يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا. أهلا بحضراتكم، فقرة جديدة من صباح البلد. الحقيقة إن احنا النهاردة فقرتنا مهمة جدا، هنتكلم فيها عن إجابة سؤال مشهور قوي وحواليه معلومات مغلوطة كتيرة قوي بنسمعها، ولكن احنا النهاردة أكيد إن شاء الله هنجاوب بالمعلومات الصحيحة. السؤال بتاعنا هو: هل دوالي الخصيتين لها علاقة مباشرة على القدرة الإنجابية للرجل ولا لأ؟ هنعرف إيه هي المعلومات المغلوطة حوالين الموضوع ده، وأكيد هنقول المعلومات الصح مع ضيفي اللي منورني النهاردة، الأستاذ الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة وتأخر الإنجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. صباح الفل دكتور خالد، أهلا بحضرتك. يا أهلا، منورنا يا دكتور. يا أهلا بيك. سؤال النهاردة: هل دوالي الخصيتين ليها علاقة مباشرة على القدرة الإنجابية للرجل؟ معلومات كتير يا دكتور ما بين التهوين والتهويل في الموضوع ده. خلينا نبدأ بالمعلومات الخاطئة حوالين الموضوع ده، أو المعلومات الشائعة اللي دايما الناس بتنصح بيها بعضها وهي في الأساس ملهاش أي علاقة من الصحة، اللي هي المعلومات المغلوطة عن الدوالي. صحيح. أول المعلومات المغلوطة: الدوالي ملهاش تأثير على الإنجاب عند الراجل. أوكي. دي أكبر معلومة مغلوطة. أقول المعلومة الصحيحة ولا أخلي المعلومات الصحيحة في الآخر؟ خلي معلوماتنا الصح ونصايحنا كلها في الآخر. خلاص مش هنختلف. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية: دي دوالي بسيطة ملهاش تأثير. يعني إن الدوالي لها تأثير ولا ملهاش تأثير حسب الدرجة بتاعتها، يعني لو درجة كبيرة تأثر ولو درجة صغيرة ما تأثرش. أوكي. المعلومة دي مغلوطة بنسبة 1000000%، يعني خاطئة تماما. يعني الدرجة ملهاش علاقة بالتأثير. المعلومة الثالثة أو الحاجة الخاطئة الثالثة اللي هي مشهورة: لا، دي دوالي بسيطة ممكن تيجي بالعلاج. علاج الدوالي عملية جراحية، ما فيش حاجة اسمها دوالي، ما فيش حاجة اسمها علاج للدوالي. يعني زي واحد رجله مكسورة علاجها تتجبس، ما فيش حاجة اسمها علاج دي رجله ده بالنسبة كمثال. الدوالي ممكن تبقى ضرر على، يعني لو عملية الدوالي ممكن تبقى مضرة ليك في الإنجاب، أو إن هي ممكن تسبب ليها أعراض جانبية مثلا، أو تسبب لك انعدام حيوانات. طبعا معلومة خاطئة. هنا لازم نفرق ما بين إن عملية الدوالي الصحيحة لها تأثير إيجابي، وإن عملية الدوالي لو اتعملت خطأ يبقى لها تأثير سلبي. يعني زي مثلا أقول إيه، دكتور جراح ما بيعرفش يشتغل فعمل عملية لوز موت واحد. أوكي. هل ده معناه ان عملية اللوز بتموت؟ لا طبعا. ايوه، تعب جراح مش فمسألة ان انا اجيب جراح عنده مشكلة ألصقها بالعملية طبعا ده خطأ. يعني تبقى شائعة عن العملية نفسها ان هي بتؤدي للوفاة، يعني ده من المغلوطات. من المغلوطات. طبعا. يعني كلام يعني خطا بشده. يعني نسبه امان العمليه ديت مش عايز اقول 100%، يعني 99 وحط التسعات اللي تعجبك. أوكي. لو اتعملت بطريقه صحيحه وجراح عنده يعني خبره، مش يعني هي عمليه سهله، لكن مش معنى انها عمليه سهله اي واحد يعملها. طبعا. يعني ده اكيد. طيب، يمكن حضرتك من المعلومات الخاطئة اللي قلتها لنا دلوقتي ان الدوالي ملهاش علاقة بالإنجاب، ولكن هل ليها تأثير سلبي على وظيفة الخصية؟ طبعا. الدوالي لها تأثير ضخم على وظيفة الخصية. اولا عشان احدد بقى، يعني عشان نقدر نقول علاقة الدوالي بالإنجاب، ده في جميع المراجع الطبية بلا استثناء اكتر سبب لضعف الإنجاب عند الرجالة يمكن علاجه هو دوالي الخصيتين. أكتر سبب يمكن علاجه في عدم الإنجاب الأولي 40% ل 50%، وفي عدم الإنجاب الثانوي 80%. عدم الإنجاب الأولي، الدوالي مسؤولة عن عدم الإنجاب بنسبة من 40% ل 50% في عدم الإنجاب الأولي. أوكي. وعشان بس نستوعب، شايفين الرقم بيقفز ل 80% في عدم الإنجاب الثانوي. الانجاب الثانوي يا دكتور اللي هو حد تم ليه الخلفه قبل كده. بالظبط كده. أوكي. سواء من زوجه، من نفس الزوجه او بزوجه تانية. أوكي. يبقى معنى كده ان الدوالي سبب قوي جدا 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 لتاخر الانجاب. ادي واحد. نمره اتنين، ان لها تاثير سلبي قوي على وظيفه الخصيه. ما لما تبقى 80% من عدم الانجاب الثانوي، يعني ده رقم ضخم جدا. رقم عالي جدا. بالظبط كده. هنا ده بقى يفهمنا ليه الدوالي بتاثر بالسلب على وظيفه الخصيه.
اولا الدواء اللي ممكن تسبب ضمور في الخصتين ده بس عشان نتخيل الموضوع قد ايه. الدوالي ممكن تسبب خلل هرموني، يعني دوالي الخصتين ممكن تسبب خلل هرموني، ان الخصيه وظيفتها انتاج هرمون الذكوره، فممكن الدوالي تاثر على انتاج الخصيه من هرمون الذكوره. لان هي بمنتهى البساطه عشان نفهم الموضوع ازاي، الخصيه عباره عن مجموعه من الخلايا صح؟ الخلايا ديت لها وظائف محدده، في خلايا مسؤوله عن انتاج هرمون الذكوره، وفي خلايا ثانيه مسؤوله عن انتاج الحيوانات المنويه، يعني تكون الحيوان المنوي وتنقسم وتدي حيوان منوي. خلاص الدوالي بترفع درجه حراره الخصيه، ارتفاع درجه الحراره بيخلي الوظيفه بتاعت الخلايا ديت تضطرب. تمام. دي حاجه. الحاجة التانية الضغط الهيدروستاتيك، وهقول يعني ايه الضغط الهيدروستاتيك، بيسبب نوع من انواع الضغط على الخلايا، فبالتبعية الخلايا تموت. اوكي. وبالتبعية يقدر يعمل فيها ضمور. لحد كده انا هوضح برضه، هرجع للنقطة دي تاني. الحاجة التالتة ان هي بتثير جهاز المناعة ضد الخصية. يعني لها تأثير مناعي ولها تأثير وظيفي على وظائف الخلايا ولها تأثير تدميري على الخلايا عن طريق الهيدروستاتيك بريشر. ايه الضغط الهيدروستاتيكي؟ احنا عندنا لو في أنبوبة فيها مية طولها متر، المتر المية ده بيضغط على النقطة على قاعدة الأنبوبة، لو لها يعني لها قاعدة، ضغط عالي. كل ما طالت الانبوبه كل ما كان الضغط عالي، وكل ما قصرت الانبوبه كل ما كان الضغط ايه قليل. فدوال الخصيتين بيبقى فيه ارتجاع في الدم في اتجاه الخصيه. طول العمود ده من اول من عند الوريد الاجوف السفلي اللي هو بيجمع الدم من النص التحتاني للجسم لحد الخصيه، تقريبا طول العمود ده حوالي 30 35 سنتي، ممكن يبقى 40 سنتي حسب طول الشخص. فاذا ده عمود، يعني الضغط بتاعه بيبقى ضخم على خلايا الخصيه. ارتفاع درجة حرارة الخصية برضو له تأثير سلبي جدا على وظيفة الخلايا، ويؤدي كمان إلى ضمور الخلايا. يعني عشان بس أدي مثال قاطع ويبقى واضح جدا في أذهان الناس، ليه لو واحد عنده خصية معلقة واتثابت في بطنه ونزلناها بعد كده ما بتشتغلش، ايه اللي حصل؟ لها ضمور. ايوه. ايه السبب؟ السبب ان هي جوه البطن درجه الحراره بتاعتها بتبقى عاليه. أوكي. فبالتبعيه الخلايا اللي جواها ايه بتبوظ وانتهت للابد وما بتشتغلش. تمام. فيبقى اذا هنا، وده برضه قودنا الى ملحوظه بسيطه جدا كل الناس عارفاها، ليه المبيض عند الست جوه بطنها وليه الخصيتين بره جسم الراجل؟ عشان تبقى درجه حرارتهم اقل من درجه حراره الجسم ايه درجتين مئويتين. خلاص. فيبقى اذا هنا دلوقتي الدوالي لها تاثير سلبي على وظيفه الخلايا المكونه للخصيه، ولها تاثير سلبي بتعمل ضمور في خلايا الخصيه، وبتثير جهاز المناعه ضد خلايا الخصيه. يعني احنا شايفين قد ايه التاثير سلبي. في تاثير كمان انا ما ذكرتوش، اللي هو تراكم السموم داخل الخصيه. يعني ايه تراكم السموم؟ دلوقتي المفروض الأوردة بتاخد السموم اللي هي نواتج العمليات الهدم والبناء اللي هي في قلب الخصية، يتم إزاحتها عن طريق الأوردة، تروح للقلب والقلب يبعتها للكلى والكبد والرئة عشان يتخلصوا من كل الايه السموم دي. خلاص. لما الدوالي بيبقى الدوالي الصمامات اللي فيها بترجع الدم من ناحية الخصية، فالسموم دي بتتراكم. تمام. فبيبقى لها تأثير سلبي طبعاً. على الخلايا تأثير قوي. آخر حاجة هقولها بقى عشان يعني تبقى النقطة واضحة جدا بالنسبة للناس، أول اكتشاف للتأثير السلبي أو علاقة الدوالي بقدرة الإنجابية على الراجل، بتأثيرها السلبي على القدرة الإنجابية على الراجل، الكلام ده كان في 1952 على إيدين دكتور ألماني. كان مريض عنده دوالي وكان ما عندوش حيوانات منوية، لما عمل له عملية الدوالي طلع له حيوانات منوية في السائل المنوي وانجب بعدها. دي كانت اول مره العالم
انا بقول في 1950 اول حاله تم تسجيلها. يعني احنا مش بنتكلم على قبل التاريخ القديم، انا بتكلم يعني في خلال 75 سنه. أوكي. دي كانت اول مره الطب يعرف ان الدواء لها تاثير سلبي على القدره الانجابيه للراجل. اوكي. طيب معنى دكتور كلام حضرتك كمان ان التاثير ده متزايد، يعني ممكن يزيد اذا ما تمش طبعا اذا ما تمش العلاج، ولا هل تاثيرها ثابت؟ ده كلام مهم جدا. تاثير الدواء السلبي الثابت، تاثير الدواء السلبي متزايد بالوقت، متزايد بالوقت، وده نلاحظه من ايه؟ من عدم الانجاب السنوي. يعني ايه؟ يعني واحد عنده دوالي خلف بيها مره او اثنين او ثلاثه ووصلت معاه التاثير السلبي بتاع الدوالي عند نقطه بحيث هو مش قادر يخلف تاني. أوكي. عشان كده قلنا ان الدوالي لها تاثير سلبي متزايد. او هي مسؤوله عن عدم الانجاب في الرجاله بنسبه 80% في عدم الانجاب السنوي. يبقى اذا لو انا جبت، وده يقودنا للسؤال الثاني، لو شاب مش متجوز وعنده دوالي احنا نعمل له ولا ما نعملوش؟ هو مش متجوز، يعني احنا ما نعرفش هو هيخلف بالسائل المنوي بتاعه ده ولا لا. والمجرد ان انا يبقى الحكم بتاعي العدد والحركه والكلام ده كلته، لا يعني ده مش منطق. لازم التجربه الحقيقيه هي الاصدق، ان هو يبقى متجوز ونشوف خلف ولا ما خلفش. هنا بنقدر حاجتين اتنين بنتابعه بيهم. الحاجه الاولانيه بنعمله تحليل سائل منوي كل سنه. يعني لو انا كمتابعه لو انا لقيت ان انا بيحصل تناقص في السائل المنوي، يبقى هنا العيان ده لازم يتعمل. تمام. لان لو سبته هو ماشي في سكه ايه كده، في تاثير سلبي وبيزيد ضخم ومتزايد. خلاص، ادي حاجه. الحاجه الثانيه هرمونات الغده النخاميه بنتابعه بيها، تحديدا الاف اس اتش. لو انا لقيت الاف اس اتش عمال بيعلى، يبقى هنا ده معناه ان الدواء اللي بتعمل تاثير سلبي قوي على الخصيه ومتزايد، يبقى انا لازم اوقفه ان انا اعمل العمليه. طيب اخر حاجه نقولها، هل وارد ان انا اعمل عمليه الدوالي للطفل؟ ده سؤال بره السياق جدا يا دكتور. ما هو ده بالظبط كده. وارد ان انا اعمل عمليه دوالي للطفل، وده كلام متفق عليه في المراجع الطبيه. لو انا لقيت ان الدوالي في ناحيه، يعني مثلا في الناحيه الشمال، مأثرة على حجم الخصية بدرجة ان في فرق واضح ما بين الخصية الشمال. أوكي. والخصية اليمين، يبقى في مشكلة في النمو بصورة طبيعية في جهة معينة، هو ده بدأت تعمل ضمور. يبقى هنا في الحالة دي انا لازم اوقف هذا الكلام، بعمل له العملية. طبعا هو مش مشهور على فكرة حكاية ان احنا نعمل عملية دوالي في اطفال، يعني ما هياش كتيرة. جزء منها لان هي مش كل الاطفال بيتم فحصهم. لكن الكلام ده في الدول الغربيه، هم في نظرا لتناقص الخصوبه في الدول الغربيه، فهم بيعملوا عمليه فحص تقييم بالظبط للمراهقين. اوكي. بحيث ان هو اللي هم في اعدادي وثانوي، بحيث ان هو لو لقى ان هي مأثره على حجم الخصيه يتدخل بسرعه، عشان بالظبط كده، عشان ما ينتهيش بيه ان هو يحصل له ضمور مع مرور الوقت. فالتأثير السلبي بتاع الدوالي تراكمي بالوقت. نعم دكتور، انا عايزه من حضرتك النهارده نصيحه لكل اللي بيشوفونا النهارده، لو حد عنده مشكله دوالي الخصيتين ولسه ما بدأش في رحله العلاج. نصيحتي ان هو يراجع دكتور امراض ذكوره متخصص. القضيه مش ان انا اعمل، يعني انا ممكن يجي لي عيان عنده دوالي ما اعملوش، وممكن يجي عيان عنده دوالي اعمله. فالدوالي التاثير السلبي بتاع الدوالي ما هوش بالدرجه، يعني مش معنى ان واحد عنده دوالي كبيره انها مأثره عليه بالسلب، وواحد عنده دوالي صغيره انها مش مأثره عليه، لان في تفاوت في تاثير الدوالي ما بين الاشخاص. مين اللي يقيم هذا الكلام؟ اكيد الدكتور. الدكتور. عشان كده انا اتكلمت على 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 الطفل، قلت ايه؟ قلت احنا هنقيم بحجم الخصيه، هنقيم بالهرمونات، لان انا طفل لسه ما عندوش حيوانات منويه، او شخص مش متزوج هقيمه عن طريق تحليل السائل المنوي ومتابعته مع الوقت، وعن طريق الهرمونات، وعن طريق حجم الخصيه. يبقى اذا الكلام ده مش هيتم، يعني ما حدش هيقدر يقيم الحاله الا اذا كان دكتور متخصص في امراض الذكوره وعنده خبره. أكيد. في هذا المجال. يبقى قولا واحدا، عشان اقلل التاثير السلبي او اقلل المشاكل اللي ممكن تحصل، مطلوب ان الشخص لو هو شاكك ان عنده دوالي، او هو عارف ان عنده دوالي، يراجع دكتور في امراض متخصص في امراض الذكوره، بحيث هو اللي ياخد القرار بناء على الحساسيات اللي انا قلتها. طبعا اكيد. دكتور خالد انا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده كالعاده. طبعا يخليك. شكرا جزيلا على اجابات حضرتك على اسئلتنا المهمه جدا النهارده. بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا دكتور. الله يكرمك.
كان معانا النهارده منورنا الاستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحه الذكوره وتاخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. النهارده اتكلمنا عن موضوع مهم جدا جدا جدا، اتمنى نكون قدرنا نجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في اذهان حضراتكم. شكرا جزيلا، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من معلومات دكتور خالد ومن نصيحه دكتور خالد لينا، واتمنى ان احنا بلاش ناخد المعلومات المغلوطه من قريب او من صديق او من على الانترنت، واتمنى ان احنا نمشي في الطريق الصح من البدايه ونروح للدكتور المتخصص، علشان يعني حل المشكله في البدايه دايما بيكون افضل بكتير ما نستنى والوقت يتاخر نكون ضيعنا وقت والحاله للاسف بتكون متزايده زي ما دكتور خالد شرح لنا النهارده بالتفصيل. شكرا جزيلا، كنت مع حضراتكم النهارده ايرين نجيب. شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم بكره وحلقه جديده من صباح البلد.